عندي السيد ياسين عسوان. تفضل. الزوف الأول، مشروع قانون مالية لسنة 2018 وحده يعبر عن مدى فشل النظام. بدلا من الاعتراف عن مسؤولية السلطة في الأزمة الراهنة، للأسف توجه مرة أخرى أصابع الاتهام إلى البترول. هذا البترول الذي سمح لأغلبية مسؤولي النظام ولأبنائهم في التجول والتمتع وشراء الفيلات والشقق الفاخرة في أكبر وأشهر المدن الأجنبية. هذا البترول الذي فتح لمرضاكم أبواب أكبر وأنجع المستشفيات الأوروبية، في حين غلقت أبواب الصحة لشعبنا حتى في الجزائر، وضع اليوم في مثابة المذنب المثالي للنظام. هذا البترول الذي أعطى للجزائر منذ 1999 أكثر من 1000 مليار دولار هو المتهم الوحيد للسلطة. نعم، أنتم لستم مسؤولين عن وفاة النساء الحوامل في المستشفيات الجزائرية، أنتم لستم مسؤولين عن الحراقة، أنتم لستم مسؤولين أيضا عن تدمير مؤسساتنا الإنتاجية والشركات، أنتم لستم مسؤولين عن المؤسسات الأجنبية التي لا دور لها في بلادنا إلا ضخ العملة الصعبة إلى الخارج، لستم مسؤولين عن الفوضى العارمة في البلاد، أنتم لستم مسؤولين عن فرار الأدمغة، أنتم لستم مسؤولين عن حالة اللا أمن في البلاد، أنتم لستم مسؤولين عن إفلاس الدولة. نعم، المسؤول الوحيد هو البترول. لأول مرة في حياته الوزير الأول قال الحقيقة، الشعب على باله وين راحت 1000 مليار دولار. الشعب على باله بأن لطروت إست ويست كلفت الدولة أكثر من 16 مليار دولار، alors qu'elle ne devait pas dépasser les 6 milliards. الشعب على باله بأن تكلفة الكيلومتر في الطريق السريع شرق غرب وصلت إلى 13 مليون دولار، بينما عند جيراننا تكلفة كيلومتر طريق مراكش أكادير 3.5 مليون دولار. الشعب على باله بفضيحة الخليفة، بفضيحة أوراسكوم وفضيحة سوناتراك. الشعب على باله بأن ملعب تيزي وزو الذي تنجزه شركة حداد كلف خزينة الدولة حوالي 800 مليون دولار، بينما ملعب عش العصفور الكبير في الصين لم يتكلف إلا 300 مليون دولار. الشعب على باله باللي بتكلفة مسجد الجزائر، والشعب على باله بأن كل مشروع أنجز كلف الدولة 3 مرات قيمته الحقيقية. الشعب على باله بأن أعلن في التلفزيون الجزائري عن متابعة شاكب خليل زوجته وابنيه في فضيحة سوناتراك avant de rétropédaler, rapport de force clanique à l'intérieur du système oblige et le présenter à travers les zawiya du pays comme le messie attendu. سمعت تدخلات نواب سلطة، كل تدخل يثمل السير الراشد لفخامته. Avant de se lancer à partir de la deuxième minute de l'intervention dans la description de la situation désastreuse de sa wilaya. مجموع هذه التدخلات تدل على الحالة الكارثية للبلاد. في هذا السياق مواطنون تيزي وزو ينددون بالتهميش والإقصاء الذي تعاني منهم منطقة القبائل. Nous exigeons la relance immédiate de tous les projets structurants bloqués par le gouvernement. Les 10 postes avancés de la protection civile ainsi que l'unité des Farhounen et celle de Bouzguin qui auraient dû être réalisées il y a 7 ans. Injaz al-Mustashfayat fi Tizi Ouzou, Injaz Sad Sidi Khalifa ou Sad Tizi Nslatha, la réalisation de la clinique mère-enfant et la réalisation de la clinique du Rhin. امتداد السكه الحديديه الى عزازكا، انجاز الطريق السريع الى ازفون الى اخره. دمرتم البلاد، بلاد المليون ونصف المليون شهيد وبلاد المليارات من الدولارات، واليوم الوزير الاول يلقي اللوم على المعارضه. Nous en sommes au régionalisme économique. Conséquence directe de votre régionalisme politique. Toutes les sociétés, Hyundai, Renault, Mercedes, Volkswagen et maintenant Peugeot, sont orientées vers l'Ouest et avec un taux d'intégration insignifiant pendant que le premier investisseur algérien Civital est bloqué en Kabylie. Le droit à l'investissement et à la création de la richesse n'est pas accordé selon les lois de la République, mais en fonction de l'origine régionale, couplée au rapport de soumission vers les tenants du pouvoir.